المشهد المحذوف من حلقة دينا الشربيني مع رامز جلال وعلاقة عمرو دياب. مع عرض حلقة الفنانة دينا الشربيني مع الفنان رامز جلال في برنامجه رامز عقل طار والذي يذاع عبر فضائية MBC مصر، بدأت حالة من الجدل تجتاح السوشيال ميديا. وبالرغم من أن الحلقة مرت بسلام، إلا أن هناك بعض الشائعات تفيد بحذف جزء من الحلقة بسبب سخرية الفنان رامز جلال من علاقتها بالفنان عمرو دياب، على حد وصف النشطاء الذين علقوا على اللقطات التي تم حذفها فيما بعد. ووفقا لما جاء في الحلقة الكاملة والتي تم نشرها على تطبيق شاهد، فقد قال الفنان رامز جلال عن الفنانة دينا شربيني: مشوارها مليء بالانتصارات والانكسارات، بالجبال والهضاب. الحقيقة هي مش هضاب كتير، هي هضبة واحدة بس، يا لها من هضبة. كانت نقطة تحول في حياتها، ولم تدرك أن تلك الهضبة سوف تسلط عليها الأضواء، وأصبحت هي الوحيدة في جيلها اللي بتعمل لها أغاني وكليبات. لكن على رأي الراحلة وردة: أتاري الدنيا غدارة، زنت الصبايا الحسد صبها، والحب فلسع وما عادش يدق على بابها، تعبت حزنت زعلت وزاد اكتئابها، فقررت اجيبها هنا علشان لما تشوف هنا قمة عذابها، هتعرف ان اللي حصل لها ده هكس وهتنسى اللي سابها. دينا، عرفنا انك قاعدة في البيت حزينة، مين اللي زعلك؟ مين ابن اللذينة؟ اسمعي الكلمتين وما تطلعيش عين اهالينا، اللي باعك بيعيه، وتقال يا بت وما تبقيش زي العجينة، انزلي يا مكسورة الجناح يا برنسيسة الجراح، انتي خسيتي كده ليه؟ مفيش حاجة تستاهل، هجوزك سيد سيدو. البت يا عيني ما بتاكلش، الله يجازي اللي كان السبب. وبالرغم من ان الحلقة تم نشرها كاملة على تطبيق شاهد، الا ان تلك اللقطات تم حذفها من الحلقة واعادوا نشرها من جديد. ووفقا للنشطاء، فقد قال البعض ان الفنان عمرو دياب كان السبب وراء حذف تلك اللقطات، بعدما طلب من رئيس هيئة الترفيه السعودية حذف تلك المشاهد.